الدنيا الصبح ان شاء الله بتكونوا مصحصحين معي. اليوم ان شاء الله رح ناخذ اول محاضره بالفارماكولوجي اوف ذا نيرفوس سيستم بارت 2. اوكي صعب نقسم احنا فعليا السنترال من البريفيرال نيرفوس سيستم. التسميه سنترال بريفيرال كانت شوي خلينا نحكي مش دقيقه 100%. نفضل نحكي نيرفوس سيستم 1 و 2 اقرب للشيء الموجود فعليا. اوكي فان شاء الله اليوم رح نحكي عن اللوكال انستاتكس، اوكي اللي هي المخدرات الموضعيه، اكيد سمعتوا عنها. اوكي احنا بنعرف انه في جنرال انستاتكس، اوكي بنستخدمها للتخدير العام، وفي كمان لوكال انستاتكس طبعا تختلف عن الجنرال. الهدف منها اوكي اللي هي تو برودوس لوس اوف سنسيشن ان ا ليميتد ريجن اوف ذا بودي. اوكي ومن اسمها لوكال لانه رح يكون تاثيرها موضعي في مكان معين. ماشي رح يشوف انه احيانا الموضع اللي بكون فعلا فيه تخدير مش قليل، صح؟ قد يكون مثلا الاجرين كاملات مثلا احيانا، صح، للسيرجري، واحيانا بكون إشي كثير قليل زي لما نستخدم اللوكال انستيزيا مثلا بطب الاسنان، صح، لما بيعطونا ابره الليدوكين فور اكزامبل، هاي بتكون كثير اقل مساحه. اوكي الريجن اللي بتاثر عليها. اوكي اللي راح يصير فيها حتى نحصل اللوس اوف سنسيشن بصير في disruption of afferent neural traffic، so اللي هي الافرنت نيرف سيجنالز بتكون disrupted blocked. اوكي وبكون هذا الشيء يا اما باي inhibition of الامبلس جينيريشن يعني من بدايته نفسه او البروباجيشن through the nerve. انتوا كيف؟ عاده اللوكال انستيزيا لا يكتفي باحداث التخدير، اوكي وانما may produce other physiologic changes such as muscle paralysis and suppression of the somatic and visceral reflexes. okay and these effects may be desirable احيانا، رح نشوف امثله عليها، واحيانا بتكون undesirable يعني not wanted. هلا احنا بنعرف انه لما نستخدم الانستيزيا او كلمه انستيزيا is a loss of sensation، وبالتالي لا يقصد فيها فقط loss of pain. loss of pain بنسميها analgesia. اوكي على احيانا احنا بنستخدم الانستاتكس تو برودوس انالجيزيا. اوكي كمان راح نشوف عليها مثال. اوكي ولكن المتعارف عليه بالميكانيزم اوف اكشن اوف انستاتكس از ذات ذي ورك باي انهيبيتنج اول ذا سنسوري موداليتي. اوكي بما فيها البين، بما فيها السنسيشن، التاتش، البريشر الى اخره. اوكي هلا الهون الافكت از لوكال، اوكي وبالتالي الدراج از ديليفرد دايركتلي تو ذا تارجت اورجن اند ذا سيستميك سيركيوليشن او البريفيرال او سيستميك سيركيوليشن ما بنستخدمه احنا فور ذا ادمنستريشن اوف ميديكيشن وانما اونلي فور ذا اليمينيشن. اوكي سو ات از اونلي تو ديمينيش اور تيرمينيت ذا افكت اوف لوكال انستيزيا، بمعنى انه انا بدخل الدواء في المكان المطلوب لان نحكي بالطرق المختلفه وطبعا بيعطي الافكت المطلوب هناك لوكالي، ومن ثم كيف بصير الاليمينيشن له عن طريق السيستميك سيركيوليشن اللي بمر من هناك من المكان لوجود اللوكال انستيزيا ويقوم طبعا بايش بالتخلص منه والريموفال. اوكي الميكانيزم اوف اكشن البرايمري والموست امبورتنت is the blockage of voltage-gated sodium channels. Okay, voltage-gated sodium channels معروفة. شو الرول إلها طبعاً بإحداث الaction potential. Okay. نعرف إنه هي بتتكون من alpha subunits اللي هي فيها الion conducting pore بالإضافة إلى beta subunits بتكون accessories. في منها 9 subtypes voltage-gated sodium channels. لما يصير لها blockage طبعاً إيش راح تبلش تصير؟ رح تبلش تقلل من إحداث الأكشن بوتنشال ومن إيش البروباجيشن إله. كيف يتم؟ أول إشي ببلش الثريشولد فور إكسيتيشن إنكريزز وبالتالي بصير أصعب إنه يتكون عندي أكشن بوتنشال. الكوندكشن سلوز يعني بصير أبطأ. بالإضافة إنه بصير الريت أوف رايز أوف ذا أكشن بوتنشال ديكلاينز، أوكي؟ يعني بالتالي حدوث الأكشن بوتنشال بصير أبطأ. ماشي؟ وبالنهاية لما بكون حطيت جرعة كبيرة من اللوكال انستيزيا الجنريشن اوف اكشن بوتنشال از كومبليتلي ابوليشد اليمينيتد يعني وبالتالي ما في اي سنسوري برودكشن هناك بالمنطقة اللي حطيت فيها اللوكال انستيزيا.
طبعا الإشي اللي بصير، الطريقة اللي بصير فيه هذا الإشي، إنه كل ما زدت أنا من اللوكال أنستيتيك رح يعمل gradual blocking ل more and more sodium channels، وبالتالي رح تأدي للأكشنز اللي حكيناهم. الآن حتى يصير عندي اللي هي block of propagation، لازم block of sodium channels يحدث على منطقة معينة أو critical length of the nerve. إذا صار على هذا critical length blockage، أوكي، وبالتالي propagation of action potential بكون blocked، وهيك عملنا block of sensation. Blockage of sodium channels by most local anesthetic is time dependent and voltage dependent. اللي وجدوا إنه rapidly firing axons، يعني axons اللي بتعمل rapid action potentials بتكون more sensitive، okay، أو more responsive to local anesthesia. And also من actions اللي بتعملها local anesthesia إنها بتعمل lengthening للrefractory period، okay. ولما يكون refractory period طويل بصير إنه إيش، إحنا بنعرف refractory period ما في new action potentials، okay. فهذا بيقلل من action potentials المتكونة. الآن إشي مهم جداً بالنسبة للميكانيزم of action للocal anesthetics، لأن حكينا هي بتأثر أو بتعمل block للsodium channels، لكن هذا block is with low affinity and poor specificity، which means إنه لما أنا أعطي local anesthetic ما رح يرتبط فقط بالsodium channels، وإنما رح يرتبط كمان بالother other molecules، منها هي مكتوبة هون channels، other channels زي البوتاسيوم والكالسيوم، other enzymes زي الأدينيلين سيكليز، other receptors زي NMDA receptor، G protein coupled receptor، serotonin neurokinin 1 receptors. Okay. فعلياً the action of local anesthetics على هاي different molecules ممكن يعطينا 3 effects. يا بعطيني increase بال anesthetic effect، يا بيعطيني additional beneficial effects، رح نحكي عنها مثال، اوكي، بعدين، او بيعطيني adverse effects، اوكي، احنا مش مرغوبة وما بدنا اياها، اوكي. So it's very important to know in the local anesthetics تعطينا الانستيديا عن طريق blocking او blocking of sodium channels mostly، اوكي، لكن هي مش specific لهاي channels ولا إلها high affinity إلها، اوكي. فمنلاقيها ترتبط مع different molecules وبتنشأ منها many different actions مختلفة، أوكي؟ حكينا في other actions لل local anesthetics بتصير لما، خاصة لما استخدمها بإشي اسمه central neuraxial techniques، أوكي؟ هلا ممكن أنتوا سمعتوا عن مثلاً ال epidural anesthesia أو إشي اسمه spinal anesthesia. طبعا صعب جدا اني ادخل بتفاصيلها، لكن نحكي عنها بريفلي بعد شوي، اوكي. وجدوا انه الاستخدام اللوكال انستيديا عن طريق السباينال بلوك او الابيديورال بلوك، وهي حكينا بنسميهم سنترال نيوراكسيال تكنيكس، ماشي، رح تعمل اتليست تو افكتس غير اللوكال انستيديا. واحده منها هي الموتور باراليسيس، لان لما اعمل انا بلوك رح اشوف لما اعمل بلوك لل خلينا نحكي النير كوندكشن، راح من الأشياء اللي نعمل لها بلوك اللي هي الموتور خلينا نسميها response، okay، which may be خلينا نحكي very dangerous لأنه بيعمل impairment of respiratory activity for example، okay. كمان من الأفكت الجانبية خلينا نسميها للneuraxial techniques اللي هي autonomic nerve blockage، وهذا راح يعمل hypotension، okay. فهي من الأفكت اللي ممكن تصير من استخدام الـ neuraxial techniques of local anesthesia. نعم. متى ممكن نستخدمها؟ الـ epidural أو هدول الـ techniques. هلا مثلا في أمثلة كثيرة، مثلا الـ epidural analgesia نستخدمها مثلا للـ delivery للنساء بأثناء الولادة، أوكي. بس هذيك بتكون purely مش بيورلي، ممكن تكون يا إما أنالجيسيك حتى يعني بالولادة الطبيعية حتى ما تحس بالألم، أوكي، أو ممكن تستخدم كمان للتخدير إذا اضطرت المريضة تعمل سيزيريان سكشن، عملية قيصرية، ممكن نستخدم فيها إبيديورال أنستيزيا. بس يا دكتورة، إذا استخدمنا الإبيديورال رح يصير في موتور باراليسيس، كيف تتولد المرأة؟ نعم، هي من النقاط كمان مكتوبة later. هون لازم ننتبه يعني إنه نجد البالانس المطلوبة. رح نشوف إنه الإبيديورال أنالجيزيا
نستخدم فيها تركيز من الدراجز أقل كثير من الأنستيزيا، ماشي؟ فموجود هذا الإفكت إنه ممكن يعمل some motor paralysis ويأثر على البوشينج، صح مظبوط أثناء الولادة، لكن بالجرعات المدروسة it's okay بيمشي الوضع. أوكي. في كمان عمليات بيستويها مثلاً إيش بدي أحكي لكم، يعني زي عمليات اللور ليمز مثلاً، استبدال المفاصل، different types of surgery. صاروا الآن صار في توجه إنه نستخدم النيوراكسيا تكنيكس، والسبب طبعاً إنه أنا بريح المريض من آثار التخدير العام اللي ممكن يصير نوزيا وبوميتينج، ممكن يصير side effects hypotension، يعني different adverse effects، ماشي؟ صحيانه من العملية كتير أسرع، الريكوفري أسرع، فهمتوا كيف؟ ففي توجه إن نعم يعني السباينال لو الابيتيورال يعتبر لوكال؟ نعم يعتبر لوكال. Yes. موتور باراليسيس لسبيسيفيك تايب اوف ماسلز، يعني حسب وين الانستاتيك بيشتغل. نعم نعم صحيح. يعني لما مثلا الام، خلينا نحكي عن مثلا وومن بريجننت وبدهم يعملوا لها سيزيريان، واحده من الخيارات الموجوده انه تاخذ ابيديورال انستيزيا، بتكون هي صاحيه المريضه والجزء الأعلى من جسمها بكون بتحركه وبتحس فيه، أوكي؟ أما الجزء اللي أقل اللي تحت، خلينا نحكي مكان الأنستيزيا، ما بتحس فيه أبداً. فهمتوا كيف؟ تمام، شكراً دكتور. عفواً. هلأ بنحكي عنها بريفلي حطيت لكم صورة. هذه النقطة اللي كنا نحكيها هي مكتوبة بهذا السلايد، أوكي؟ إنه الموتور باراليسيس ببعض الأنواع السيرجري مطلوبة، صح؟ لأنه حكينا بتساعد مثلا خاصة بالأبدومينال سيرجري، صح؟ إحنا بنحب يكون في ريسبيراتوري بلوك، خلينا نحكي، وبنحط المريض على ميكانيكال فنتيليتر بالحالة هاي حتى يتنفس، وبنفس الوقت بكون طبعاً الأبدومين مثلاً ثابت تماماً، وبتكون العملية كتير أسهل، ماشي؟ فالموتور باراليسيس ببعض السيتينجز مطلوبة، بينما بأذر سيتينجز زي as we said بالليبر، بالناتشرال ليبر، أوكي؟ الأفضل إنها تكون الأم، أو إنه ممكن تتأثر الأم من الموتور ويكنس اللي بصير، وبالتالي بصير البوشينج ديورينج دليفري أسهل، أوكي؟ كمان من مشاكل الموتور باراليسيس أفتر سيرجري ممكن يعمل مسل ويكنس، وبالتالي المريض بيطول تمن ما يصحى يمشي تو أمبيوليت يعني يمشي، أوكي؟ وممكن يصير ريسك أوف فولينج داون، صح؟ لأنه لسه المسل تبعته مش قادرة إنها تتحمله، يعني هاي بعد العملية مباشرة. كمان الأوتونوميك بلوكيد ممكن يعمل بلادر أو انترفير with bladder function، وهاي بالتالي ممكن يعمل urinary retention ويحتاج المريض إنه يحط urinary catheter، ماشي؟ فيعني هاي من السايد افكت اللي ممكن نتوقعها ونتعامل معها إذا صارت. الآن في طبعا هذا الجدول أكيد مرت عليكم I guess بالفيسيولوجي شو أنواع الفايبر تايبس، أوكي؟ بدون ما ندخل بتفاصيلها، بس الهدف من هذا الجدول إنه نعرف إنه different types of fiber of nerve fibers إلها different sensitivity to block. وجدوا إنه ال smallest fibers واللي بتكون unmyelinated هي the more sensitive to block. أوكي، فبنشوف إنه type C fibers for example إلها higher sensitivity to block. أوكي، بينما type A خاصة ال A alpha مثلاً هي the least sensitive to local anesthetic block. فهمتوا كيف؟ طبعاً كمان the route of administration اللي حكينا عنها من اسمها local anesthetic، فإحنا بنعملها administration بمنطقة معينة، وبكون التأثير يعني according لهاي المنطقة. طبعاً في من local anesthetic بنستخدمها topical، ومن الأمثلة عليها زي مراهم الليدوكين بجزء مرت عليكم، أو الزايلوكين كمان لها اسم، ممكن مثلا تستخدم على الميوكوزا بالديفرنت سايتس اوف ذا بادي فبتعمل انالجيزيا، اوكي؟ ممكن تستخدم حتى تو كوز سم تايب اوف انستيتيك افكت، ماشي؟ حكينا الانستيزيا تعيت الطبيب الاسنان اللي بالابره هاي كمان بتكون لوكال، ماشي؟ في كمان شيء اسمه ووند او انسيجن سايت مارجنز، اذا رحتوا على اليوتيوب ممكن تشوفوا فيديوهات إنه كيف بنعمل ال injection of local anesthesia around the wound، ماشي؟ هاي واحدة، هاي بسميها topical application اللي حكيناهم المراهم والإبر الموضعية،
اوكي هلا ممكن الانجكشن يكون as we say central neuraxial اوكي وبالحاله هاي احنا بنعمل انجكشن اوف لوكال انستيزيا يا اما بالبريفيرال نيرف اندينجز يعني مثلا بالعضلات على الاندينجز اوف ذا نيرفز نعمل انجكشن لللوكال انستيزيا فبيعمل تخدير للمنطقه اللي حواليها طبعا رح تعمل بلوك لكل البريفيرال نيرف اندينجز اوكي فالسنسيشن بيكون بلوكت او في انجكشن as we said بال يا اما بالابيدورال سبيس اوكي او بالسب اركنويد سبيس اراوند السباينال كورد فاي جس انه انتم بتعرفوا ال خلينا نشوفها بالرسمه هاي اوكي فهون هي هاي الرسمه للابيدورال بالذات ماشي لاحظوا كيف لما نعمل ابيدورال انستيزيا بندخل الكاسيتر لابيدورال سبيس اوكي واحنا بنعرف الابيدورال بيكون anything above المننجز مظبوط ماشي فبكون منطقه جدا صغيره اوكي اللي احنا بنعمل فيها الانجكشن اوكي بينما هون بالداخل اللي هي السباينال كورد اوكي في عندنا سب اركنويد سبيس اوكي اللي بيكون بلو ماشي الاركنويد وبالحاله هاي طبعا لما ادخل التخدير مش مرسومه هي هون ولكن لما ادخل الابره واللوكال انستيتيك بالسب اركنويد سبيس بسميها سباينال انالجيزيا لانه بكون دخلت انا جوا السباينال كورد باعتبار فهمتوا كيف هون كمان بيعطيني different types of اللي هي neuroaxial analgesia اوكي في عندي إشي اسمه epidural block as we said in this case the local anesthetic is injected extradurally اوكي يعني outside the dura ماشي وفي جزء يعني subtype منه اسمه caudal block اوكي وهذا is interesting it is a specific type of epidural block والنيدل بتدخل عن طريق للساكرال هياتوس into the caudal canal ماشي طبعا صعب ندخل بالتفاصيل بس في فيديوهات على النت جميله بتشرح هذا الشيء للي حاب يشوف التكنيكس اوكي في كمان as we said injections ممكن نعملها around the peripheral nerves وهي بنسميها perineural blocks اوكي وفاينلي we said انه في شيء اسمه spinal block والسباينال بيكون انتراثيكالي يعني سب اركنويد بنحط اللوكال انستيك فهمتوا كيف؟ هاي اللي اذا سميناها سنترال نيوراكسل انالجيزيا او انستيزيا 3 ديفرنت تايبس في منها اوكي ومرسومه هون بالرسمه اماكنها يعني يا دكتوره نعم هاي الصوره اللي هي اللي لونها اصفر لا لا اللي بعديها هون هاي جديده على السلايدات جديدة والله سوري أنا امبارح وأنا أراجع بالمحاضرة حكيت خليني أحط صورة زيادة بس عشان أفرجيكو إنه وين بالضبط مكان الإبيدورال سبيس والسباينال كورد فهمتوا كيف؟ يعني في إشي جديد ولا بس هاي؟ لا هي هاي بس تمام يعني فيش تعديل ثاني؟ لا ما أتوقع في تعديل ثاني لا أذكر تمام أوكي. لكن حسيت إنه هاي بتبين لي ال ماشي بتبين لي المناطق خلينا نحكي كليفلز اوكي باللمبر سبيس او باللمبر خلينا نحكي سباينال كورد لكن ما بتبين بالضبط هاي اللي هي الديفرنت لايرز هون فهمتوا كيف فحبيت بس اضيف صوره تشوفوا وين الابيدورال وين السبراكنويد سبيس واكيد بتعرفوا احسن مني درستوها بالاناتومي ديفينيتلي ماشي بس للتذكير اوكي اوكي دكتور لاحظوا وين بتكون المنطقة أوكي باللمبر ريجن لما نعمل السباينال أو الإبيدورال أنستيزيا أوكي مش بالضرورة في كمان أذر يعني بس خاصة إذا بدي أعمل لور لم سيرجري أو بدي أعمل as we say for delivery بتكون من المنطقة وين باللمبر ريجن أوكي now clinical block characteristics لما أبلش أنا أعمل البلوك by local anesthesia رح يشوف إنه في عندي زي أوردر معين بصير فيه الـ disappearance of sensation ماشي فأول إشي رح يختفي هو الـ sympathetic transmission بعدين الـ temperature بعدين الـ pain بعدين الـ light touch وآخر إشي بصير motor block أوكي هذا الإشي بصير عادة ولكن some exceptions may happen أوكي مش يعني absolutely هيك this is the general rule now في إشي مهم جدا إنه many times لما نستخدم اللوكال أنستيتكس أوكي بنحط معها بيزو كونستريكتور
ممكن مرت عليك هاي المعلومة ماشي. ومن أهمها الإبينفرين. أوكي سو إيش أهمية إضافة البيزوكونستريكتر أو البيزوكونستريكترز مع اللوكال أنستاتيك؟ أوكي إلها تو بينيفيتس ماشي. أول واحد إنه بيزيد الديوريشن أوف بلوك أو الإفكت الديوريشن أوف إفكت ماشي. والسبب في ذلك إيش؟ إنه لما يصير بيزوكونستريكشن أوكي بكون اللي هو خلينا نحكي الكليرنس أوف بلود ماشي من هذا الميديكيشن أبطأ. أوكي لأنه البلود بس تكون كونستريكتد فالفوليوم أوف بلود اللي بيصير له كليرنس من الميديكيشن أقل. أوكي وبالتالي بيضل الدراج في مكانه لمدة أطول وبالتالي بيكون الإفكت لونج وهذا ممكن يعتبر بنفيت ماشي. هلا في كمان إنه إفكت آخر مهم إنه هذا بيقلل من الريسك أوف سيستميك توكسيك إفكت ماشي. هلا ليش السيستميك توكسيك إفكت بقل ماشي. هلا أنا بفترض إنه يصير عندي سيستميك توكسيك إفكت من لوكال أنستيزيا لما يصير الريموفال أوف دراج من منطقة الأنستيزيا وبدخل على السيركيوليشن وبصير له الإليمينيشن مظبوط. لكن بوجود البيزو كونستريكتور بكون الريت أوف خلينا نحكي أبسوربشن لوكالي very similar to the rate of elimination. Okay, فهذا يعني إنه ما بصير عندي peaks of اللي هي absorbed medication into systemic circulation وهذا راح يقلل من حدوث the systemic effect. Okay, toxic effect. وبالتالي it is usually use a vasoconstrictor مع the local anesthetic. Okay. كمان interestingly وجدوا إنه لما كانوا يضيفوا الepinephrine مع الاسباينال انستاتيك يعني لوكال انستاتيك يعملوا له سباينال انجكشن اوكي وجدوا انه الابينفرين كان له دايركت انالجيسيك افكت. هاي كانت دراسات على الانيمالز اوكي ووجدوا انه الميكانيزم اوف ذس انالجيزيا كانت دايركتلي على البوست سينابتيك الفا 2 ريسبتورز بالسباينال كورد. سو بالسباينال كورد احنا في عندنا الفا 2 ريسبتورز اللي هو ادرينال ادرينرجيك ريسبتورز اوكي و الافكت اوف ابينفرين عليها كانت انها تسبب انالجيزيا دايركتلي اوكي. وانترستينجلي لهذا السبب صنعوا الفا 2 اغونيست زي كلونيدين فور اكزامبل وصاروا يستخدموه in addition to the local anesthetic to improve analgesia. فهمتوا كيف؟ وين هذا حكينا بالسباينال انستيزيا اوكي. So, لازم ننتبه أوكي على شغلة إنه هلأ كل اللي حكينا إنه كان حلو وجميل على إضافة الفيزو كونستريكتورز ولكن في كمان إله مشكلة اللي هي الـ increase بالريسك of neurotoxicity مع اللوكال أنستيزيا. هلأ رح نشوف بعد شوي إنه من الـ adverse effects للوكال أنستيزيا to cause neurotoxicity ماشي طبعا بظروف معينة هلأ بنحكيها. وجدوا إنه بوجود البيزوكونستريكتور كمان الريسك of this neurotoxicity is even more ماشي. فعم بتلاحظوا إنه كل إشي على حساب إشي هو علم دقيق جدا أوكي بصراحة وهو تخصص جميل جدا التخدير أوكي جميل ودقيق. بالتالي شو اللي بصير أوكي خلينا نحكي عن شوي من الادفيرس افكتس اللي بتصير مع اليوز اوف لوكال انستاتيك. هلا وحده سوري في نقطه قبلها نسيتها الانتشنال يوز اوف سيستميك لوكال انستاتيك شو المقصود فيها. از وي سيد اوكي المفروض انه هاي الميديكيشن اللي راح ندرسها اليوم تستخدم كلوكال انستاتيك ماشي. لكن وجدوا احيانا او وجدوا انه استخدام هاي الايجنتس بلو دوزز وبلو كونسنتريشنز ممكن يتسبب انالجيزيا اوكي وبالتالي صارت تستخدم احيانا intentionally بسيستميك ابلكيشن يعني مثلا اي في انجكشنز ان اوردر تو اول شيء تو تريت مثلا كرونيك بين واحده من اليوزز او تو ريديوس اللي هي الريكويرمنت فور انستاتيك ماشي او تو تريت البوست اوبراتيف بين ماشي. سو النقطه اللي هون بريفلي إنه اللوكال أنستيتيك نفسها اللي أنا بستخدمها لوكالي فور أنستيزيا ممكن أنا أستخدمها بلو دوزز للتريتمنت أوف بين بحالات البوست أوبيراتيف بين بحالات الكرونيك بين وهذا كله رح يؤدي إنه كمان لما أضيفه للأنستيزيا نفسها بالعملية مثلا رح يقلل من الدوزز أوف أنستيزيا المطلوبة. أنتوا كيف؟
الآن نحكي عن التوكسيسيتي ماشي. لاحظوا إنه الكتاب ركز أول شيء على الآثار بشكل عام، وآخر شيء إن شاء الله رح نذكر الأجنس. تمام. هلا بشكل عام اللوكال أنستيزيا مع إنها لوكال it may be associated with systemic toxicity. أوكي يعني toxicity على systemic level ماشي. ولكن طبعا رح نشوف إنه هذا الإشي عادة بصير بحالات محدودة، يعني مش بالحالات الطبيعية. يعني إذا الطبيب استخدم الجرعة recommended وبتكنيك صحيحة الأصل ما يصير systemic toxicity إلا بنسبة قليلة ماشي. هلا المشكلة اللي بتصير عادة أوكي إنه يعني أحياناً بصير accidentally okay IV injection of the local anesthesia ماشي. يعني بالخطأ بدل ما يدخل الأنستيزيا مثلاً على spinal cord مثلاً أو المكان المطلوب إله يكون مثلاً perineural let's say بصير accidental as I said injection وين يا إما into an artery أو into a vein or scapula ماشي. فهون بكون بدخل الإشي إلى systemic circulation الأجنت، وهذا رح يعمل طبعاً إيش toxicity. فهمتوا كيف؟ بالإضافة طبعاً إنه في طبعاً guidelines دقيقة جداً شو هي الماكسيموم دوز اللي ممكن تستخدم لأي agent، لأنه أي increase بالدوز ممكن يصير طبعاً خطير ويدخل يدخل المريض مثلاً ب severe toxicity أو even death. فهمتوا كيف؟ واحدة من التوكسيسيتي اللي بتصير وبري يعني most important هي CNS toxicity ماشي. هلا هذا الإشي بصير يا إما إنه as we said في عندي inadvertent يعني accidental IV administration مش بدو IV أو بالبينز أوكي أو إنه بصير من rapid absorption for some reason ل high concentration أوكي من هاي المedications. هلا هذا كله وهذا بصير مع كل الـ local anesthetics يعني مش شغلة related لـ one agent وإنما كل الـ agents إلها قدرة إنها تعمل CNS toxicity وبتظهر mostly بأربع أشياء ممكن يصير sedation أو lightheadedness visual and auditory disturbances وممكن يصير restlessness ماشي. فهاي CNS toxicity بتصير. طيب كمان من الأشياء اللي ممكن تصير كـ CNS toxicity هي seizures اوكي. والسيجر بتصير لسبب انه اللوكال انستيتيك بتعمل ديبريشن او بلوك للانهيبيتوري باثويز اللي بالكورتكس. فهمتوا كيف؟ فاحنا عندنا بالبرين يو نو ذات اخذتوها انه في انهيبيتوري باثويز اوكي للاكتيفيتي اوف ذا برين. هلا بصير مع اللوكال انستيتيك اوكي انه ممكن يصير ديبريشن لهدول الانهيبيتوري باثويز. فلما استبعد أنا بعمل بلوك لإنهيبيتوري باثوي رح يصير عندي إيش؟ أكتيفيشن للبرين. فهمتوا كيف؟ وهذا الأكتيفيتي أوكي بكون أن أوبوزد ماشي؟ يعني بصير الإكسيتاتوري نيورال باثوي شغالة لأنها مش إنهيبيتد والإنهيبيتوري باثوي بتكون بلوكت باي أنستيزيا ماشي؟ هذا ممكن يؤدي إلى حدوث السيجرز أوكي؟ وبالتالي أحيانا بنعمل ريكومنديشن إذا أنا عرفت إني رح أستخدم لارج دوزز أوف لوكال أنستيتيك الأفضل إني أعمل بريميديكيشن مع بنزوديازيبين زي الديازيبام أو الميدازولام وهذا ما يبريفنت السيجر. هلا شو مشكلة هذا الإشي للأسف؟ إنه إذا أنا عطيت بنزوديازيبين ومنعت السيجر أوكي هذا ممكن يمنع ظهور sign of toxicity ماشي ويكون المريض عنده other signs of toxicity خاصة الكارديوفاسكولار هلا بنحكي عنها أوكي وأنا ما بعرف عن الكارديوفاسكولار ولا بتظهر عندي السيجرز وبالتالي أنا هيك بفقد أو ما بنتبهش إنه عندي توكسيسيتي. فهمتوا كيف؟ وبالتالي يعني لاحظوا إنه بنرجع بنحكي كل إشي للأسف إله بنفيت وإله مشكلة. يعني ممكن أستخدم بنزوديازيبين رح يمنعني السيجر وهذا جميل لكن بنفس الوقت رح يمنع حدوث هذا الساين الظاهرة للتوكسيسيتي وبالتالي ممكن أنا أنسى أو ما أنتبه إنه المريض عنده toxicity وبالتالي ممكن يصير عنده cardiovascular toxicity وتروح علي ما أنتبه. فهمتوا كيف؟ فهاي يعني مهمة دكتورة بس ما فهمت ليش بصير seizures ما فهمتش التكنيك ليش بصير seizure. هلأ إحنا بالبرين ماشي في عندنا بالcerebral cortex في inhibitory pathways للbrain activity
وفي كمان excitatory pathways فهمتوا كيف؟ وما بعرف مفروض يعني I don't know إذا أخذتوها in details يعني مثلاً بالروتيشن السابق لكن أنت أخذها هيك بشكل عام أوكي؟ إنه cerebral cortex فيها inhibitory pathways وفيها excitatory pathways عادة إحنا عايشين بنوع من البالانس بينهم فهمت كيف؟ تمام وبالتالي منعيش يعني بشكل طبيعي وأحيانا بصير inhibition بزيد الinhibition وبالتالي لازم ندخل بالنوم for example إلى آخره هلا شو بصير مع اللوكال anesthetics إن اللوكال anesthetics تعمل inhibition للinhibitory pathway فهمت كيف؟ تمام وبالتالي لما أنت تعمل inhibition للinhibitory pathway يعني بتبطل تشتغل inhibitory pathways بصير مين ضل يشتغل لحاله الexcitatory pathways الexcitatory pathways من الأشياء اللي ممكن تعملها لما ما تكون opposed يعني لما ما يكون في مقابلها inhibitory pathways رح تكون شغالة over exaggerated فممكن هذا الexcitation الزائد بالبرين يظهر على شكل seizure تمام أوصل دكتورة شكراً عفوا أوكي طيب هيك بكون حكينا عن nervous system بنحكي عن التوكسيسيتي in the heart هي واحدة كمان من التوكسيسيتي المعروفة والمرتبطة مع اللوكال أنستيتيك إنها تعمل كاردياك توكسيسيتي ووجدوا إنه اللوكال أنستيتيك may have profound يعني deep effects on cardiac conduction and function هذا الإشي متوقع صح لأنه اللوكال أنستيتيك بالنهاية بتشتغل على channels أوكي sodium channels اللي هي موجودة أو إنه إحنا بنعرف إنه cells of the heart كمان إيش نسيت الكلمة بس فيها channels أوكي لكن وجدوا عشان الدقة والمعلومة مش مكتوبة هون إنه أغلب الكارديوتوكسيسيتي of local anesthetic ناتج عن الإفكت إلها على الكالسيوم channels بالهارت فهمتوا كيف وإحنا بنعرف زي ما حكينا إنه هي مش specific للصوديوم channels وبالتالي وجدوا إنه بالهارت ممكن تعمل إفكت على الكالسيوم channel وهذا ممكن يعمل interruption أو خربطة بالconduction of the action potentials بالheart. Okay. طبعاً في تاريخ طويلة لكيف يعني وجدوا ودرسوا cardiotoxicity of the local anesthetic. أول إشي وجدوا أو عرفوا كانوا يستخدموا هم البيوبيباكين اللي واحدة من local anesthetic كانوا يستخدموا بconcentration عالية 0.75% بالobstetric settings. Okay. يعني بالولادة. وجدوا إنه في حالات محدودة كانت يصير مع المرضى أو مع المريضات cardiac arrest ماشي وبالتالي إجا الريكومنديشن إحنا هون نحكي عن السبعينات أوكي عملوا طبعا الريكومنديشن إنه to not use البيوبيباكين بالobstetrics وكمان الريكومنديشن إنه to use it at lower doses بالother settings بعد شوي درسوا البيوبيباكين كمان وجدوا إنه البيوبيباكين يتكون من racemic mixture of two enantiomers وإنه واحدة من هدول الانانشومر اللي هو الاس انانشومر كان إله less toxicity أوكي وبالتالي less cardiotoxicity المقصود وبالتالي صاروا يصنعوا الليفو بيوبيفاكين ماشي اللي هو الاس انانشومر منه لحاله أوكي وكمان صنعوا another local anesthetic اسمه الروبيفاكين هذا كمان chemically related للليفو بيوبيفاكين ماشي فهدول الايجنتس نظريا لازم يكونوا بيتر اوكي لانه لهم بيتر فانكشن وليس سايد افكت على الهارت لكن اللي وجدوه بالبراكتس انه الديكريز بالتوكسيسيتي بهدول التو ايجنتس مش فيري سيجنيفيكانت اوكي بس ستيل موجود الليفو بيوبيفاكين ويستخدم تمام الان في شيء فيري انترستينج هدول التنين اللي نستخدمهم في الأنستيزيا في حالات الولادة يعني؟ هلا رح نشوف إنه في أكثر من واحد ممكن نستخدمه مظبوط الليبو بيوبيفاكين يستخدم أوكي ممكن نستخدم الليدوكين كمان مثلاً الروبيفاكين البيوبيفاكين حكينا مش ريكومندد أنيمور أوكي حتى رح نشوف بيوبيفاكين بكل الإبيديورال أنستيزيا لا يستخدم أوكي شكراً دكتور طيب الآن نحكي عن إشي very interesting اللي هي reversal of bupivacaine toxicity إحنا حكينا bupivacaine is associated with cardiotoxicity ماشي وجدوا إنه من الأشياء اللي إحنا ممكن نستخدمها زي الانتيدوت بالقوسين طبعا الانتيدوت
أو إشي to reduce this cardiotoxicity اللي هو use of an IV infusion of lipids. Okay. طبعاً ممكن أنا ما حكيت إنيها بس هذا الكارديوتوكسيسيتي إذا صارت ببلش يصير فيها أرثمياز وبتأدي إلى الدث. أوكي يعني إلى كاردياك أرثت. ماشي؟ وجدوا إنه إذا استخدمنا IV infusion of lipids وهي كمان إلها قصة by the way كيف الطبيب اكتشف هذا الإشي اللي بحب يقرأها يعني. خلاصة الموضوع وجد إنه إذا استخدمت IV infusion of lipids يعني قصات fatty acids okay. هذا الاشي ممكن يقلل من الكارديوتوكسيسيتي للبيوبيفاكين. وما الدراسات التالية وجدوا كمان انه اي ليبيد سوليبل دروغ ماشي اي ليبيد سوليبل دروغ بيعمل كارديوتوكسيسيتي او سي ان اس توكسيسيتي كمان ممكن نقلل منه باستخدام الاي في انفيوجن اوف ليبيدز. اوكي طبعا احنا ممكن ما حكيناها بوضوح لكن اللوكال أنستيتكس بشكل عام هي ليبيد سوليبل دروغز اوفر اول فهمت كيف والبيوبيفاكين منهم اوكي هلا شو اللي بصير كيف الميكانيزم مش معروف 100% لكن المتوقع انه كون البيوبيفاكين هو ليبيد دروغ او ليبيد سوليبل دروغ ماشي لما انا اعطي للمريض ليبيد انفيوجن راح يعمل زي اكستراكشن من البيوبيفاكين من الكاردياك سيلز مثلا اوكي أو من التيشو اللي هو موجود فيه هذا الدراج وبيسحبوا منه وبيذوبوا وين بالليبيدز فهمتوا كيف؟ وهي العملية اسمها ليبيد سينك ماشي؟ interestingly لاي الجايدلاينز للكارديك ريسوسيتيشن راح تشوفوا إنه في جايدلاينز لسبيسيفيك سيتويشن واحدة منها إنه إذا المريض صار عنده كارديوتوكسيسيتي من بيوبيفاكين ماشي؟ ممكن يستخدم الليبيد سينك ماشي؟ اللي هي الإنفيوجن أوف ليبيد كمان من الأشياء اللي وجدوها باستخدام الليبيد انفيوجن أوكي إنه البيوبيفاكين من الأكشن إله من الإفكت إله إنه كان يعمل إنهيبيشن للترانسبورت أوف فاتي أسيدز أوكي إن ذا مايوكارديوم أوكي وهذا كان يأثر على الفانكشن أوف ذا مايوكارديوم أوكي بينما لما أنا أعطي الليبيد انفيوجن أوكي هذا رح يعمل أوفركم أو يعني يرجع أو يبطل هذا الإفكت اوكي وبالتالي يرجع الميوكارديوم يعمل ترانسبورت اوف فاتي اسيد بطريقه طبيعيه فهمتوا كيف ف هاي واحده من النقاط very interesting اوكي عن التوكسيسيتي كمان لازم نعرف بريفلي انه من التوكسيسيتي كمان اللي بتصير من اللوكال انستاتيك اوف كورس في لوكالايزد توكسيسيتي اوكي وهاي عاده متى بتصير اذا بالخطا بصير injection of the local anesthetic intrathecally يعني spinally instead of epidurally والسبب في ذلك طبعا انه الدوزز اللي احنا بنستخدمها للintrathecal injection تختلف عن الepidural يعني عادة احنا للepidural بنحتاج جرعات اكبر اوكي بينما spinally بنحتاج جرعات اقل يعني حتى 10 اضعاف اقل اوكي وبالتالي تخيلوا انه انا اكون بالخطأ ادخل 10 اضعاف الجرعة الى السباينال كورد ماشي هاي راح تعمل ايش توكسيسيتي ماشي وبالذات نيورال توكسيسيتي اوكي بالاضافه لسبب اخر ممكن يسبب اللوكالايز نيورال توكسيسيتي اللي هي الكونتينوس سباينال انستيزيا اللي هي انه الطبيب يضطر انه يعطي ريبيتيتيف دوزز اوف لوكال انستاتيك ان ذا سباينال كورد يعني ان سمول اريا اوكي وهاي طبعا ممكن تؤدي اذا الى توكسيسيتي فهمتوا كيف طبعاً في many mechanisms by which هذا النيوروتوكسيسيتي بصير ماشي مذكورة هون زي conduction failure damage بالmembranes leakage of the enzymes إلى آخره ممكن تؤدي حتى إلى apoptosis بالأخير فهمتوا كيف كمان من النيوروتوكسيسيتي اللي بصير localized إشي very يعني interesting اللي هو منسميه transient neurologic symptoms اللي هي TNS ومن أهمها إنه بصير transient pain or dysesthesia okay هلا كلمة dysesthesia okay is an impairment of sensitivity ماشي يعني بصير المريض عنده abnormal sensation وخاصة التاتش ماشي يعني ممكن يصير المريض مثلا الستيمولس العادي اللي بيكون تاتش عادية اللي بيستشعره الإنسان الطبيعي كأنه تاتش
المريض ممكن يحس مثلا انه painful. Okay. And as we said, ممكن يعمل transient pain. Okay. إذا صار localized neural toxicity. تمام. طيب. الآن بدنا نذكر شوي الأجنتس. ماشي. راح نشوف إنه هي similar لبعضها. ولكن كل واحد إلها خاصية معينة. Okay. راح نبدأ بنحكي عن الليدوكين. الليدوكين بتوقع أي واحد مر عليه. في بيجي منه مراهم. Okay. و as we said كمان إله اسم آخر زيلوكين. طبعاً هو ممكن الـ reference standard نعتبره. Okay. Against which most anesthetic are compared. ماشي. فأحياناً كثير راح تشوف إنه نحكي مثلاً this anesthetic is مثلاً أو has a longer mechanism أو duration of action than lidocaine. Okay. أو less مثلاً lipophilic than lidocaine إلى آخره. فهو زي الـ reference. Okay. lidocaine. الليش اللي بيميزه إنه إله high incidence of localized neurotoxicity اللي هي transient neurologic symptoms اللي حكيناها. ماشي. لما أستخدمه for spinal administration. ماشي. هلا هو يعتبر من intermediate duration anesthetics. أوكي. وغير نقطة الهاي TNS يعتبر good anesthetic ويستخدم. أوكي. إله excellent record. مثل الليدوكين. هلا another anesthetic هو الارتيكين. ماشي. And إله unique chemical structure. يعني لو قارناه مع الاذر anesthetics. اوكي. وهذا اللي الكيميكال ستراكشر بعطيه ليبوفيليسيتي عاليه. اوكي. الليبوفيليسيتي العاليه اوكي راح اول شيء امبروف التيشو بينتريشن. اوكي. وبالتالي الافيلابيليتي إله افضل. اوكي. ورح يكون كمان إله shorter plasma half-life, okay, which is around 20 minutes. فأنا بعتبره short-acting agent, okay, إله better therapeutic index, ماشي, لأنه elimination إله أسرع, okay, فما بيلحق يصير له accumulation ويسبب إيش side effects, فهمتوا كيف؟ اليوز إله أكثر إشي بنشوفه بالdental anesthesia عند طب الأسنان. And يعتبر مقارنة مع الليدوكين يعتبر more effective and safer. ماشي. النقطة الوحيدة بس المأخذ عليه الأرتيكين إنه إذا استخدمناه بhigh concentration 4% وجدوا إنه ممكن يعمل persistent paresthesia. Paresthesia زي اللي ذكرته dysthesia. Okay. Abnormal sensation. ووجدوا إنه هاي abnormal sensation related للhigh concentration mostly. هي الأربعة بالمية وبالتالي يجي الريكومنديشن إنه ما نستخدم الأربعة بالمية نستخدم 2% منه. أوكي. الأرتيكين هذا كان. الآن في واحد كمان معروف من الأنستاتيكس هو البنزوكين. ماشي. وكمان من مميزاته إنه إله very high lipophilicity. ماشي. ولا يستخدم هو for systemic أو لا يستخدم كإنجكشن أنستاتيك وإنما only for topical يعني بس بيجي موضعي كمراهم. أوكي. مشكلته إله side effect مشهورة اللي هي المت هيموغلوبينية. أوكي. وبالتالي صار اليوز إله قليل. ماشي. تعرفوا إيش يعني مت هيموغلوبينية؟ إيش هو المت هيموغلوبين؟ تعرفوا؟ طيب هذا واجب بتدوروا عليه نحكي إحنا نفسك إن شاء الله. أوكي. إذا إله سايد إفكت معروفة البنزوكين وبالتالي البوبولاريتي يعني شعبيته قليلة. ماشي. لا يستخدم كثيرا. Another agent البيوبيفاكين. ماشي. البيوبيفاكين ذكرناه صح إذا بتتذكروا مع الكاردوتوكسيسيتي بالذات. إله long duration of action. أوكي. عادة عشان الريسك of toxicity اللي مرتبطة فيه منحاول ما نستخدمه بال يعني بالبروسيجر اللي بدها هاي فوليومز اوف انستيزيا. وعاده هاي المقصود فيها اللي بدها هاي فوليوم اللي هي الابيديورال انستيزيا والبريفيرال نيرف بلوك. ماشي. يعني هدول الابيديورال والبريفيرال نيرف بلوكس مش ريكومندد تو يوز بيوبيفاكين. اوكي. متى بنحب نستخدم البيوبيفاكين؟ فور اكزامبل نستخدمه بلو كونسنتريشن حتى اعمل اللي هي انالجيزيا post-operatively. Okay. So it is a good agent to produce post-operative pain control
اوكي او ممكن استخدمه بسباينال انستيزيا اوكي يعني انتراثيكال. سباينال as I said بيبي باكين ممكن نستخدمه للانبيشنت سيرجري، ما بنحبذ انه نستخدمه مثلا المقصود بالانبيشنت سيرجري اللي هو المريض اللي بفوت مستشفى وباخذ العمليه وبضل بالمستشفى بتابعوه، لانه مقابل الانبيشنت سيرجري في اوت بيشنت سيرجري اللي مثلا مريض بيروح على الدي كير اذا بتعرفوا الجراحه اليوميه بيعمل البروسيجر وبيطلع. اوكي هلا انه المريض يعمل بروسيجر ويطلع لا يفضل استخدم له بيوبي باكين، لانه شو اسمه حكينا له لونج دوريشن اوف اكشن. اوكي فممكن الريكفري له يكون مطول. اوكي اما اذا كان المريض امبيشنت سيرجري ويبقى بالمستشفى مثلا بعد العمليه يوم او يومين ف it is good to use بيوبي باكين سباينالي. اوكي لانه له لو انسيدنس اوف ادفيرس افكت بالحاله هاي. طيب دكتوره لو سمحت تعيديها. بحكي انه البيوبي باكين اذا انا بدي استخدمه لمريض مثلا هلا سمعتوا عن شيء اسمه الجراحه اليوميه او الدي كير مثلا او دي هوسبيتال دي سيرجري، يعني مريض بده يعمل بروسيجر صغيره يعني عمليه جراحيه بس بسيطه، فما بتحتاج مثلا ما بيحتاج المريض انه يضل اكثر من يوم او يبات بالمستشفى هيك مقصود. يعني باخذ العمليه البروسيجر مثلا الصبح بصحصح وبيطلع على البيت. اوكي هاي بسموها داي سيرجري يعني يوميه، انه بيحتاج يعني اقل من يوم لاجراء هذا الاشي. اوكي هلا اذا المريض بده ياخذ العمليه بالطريقه هاي اوكي لا يفضل اني استخدم البيوبي باكين، لانه هو له لونج دوريشن اوف اكشن فاحتمال المريض يعني ما يصحصح من الانستيزيا يعني بالوقت المطلوب فديكير بده مراقبه اطول. اوكي فالمريض اذا كان بياخذ عمليه بالطريقه المعهوده انه بدخل مستشفى وبيبات بالمستشفى بعد العمليه يوم او يومين ساعتها ممكن استخدم سباينال بيوبي باكين. ماشي ولما استخدم سباينال بيوبي باكين ما فيش له لوكال ادفيرس افكتس كثيره، ات از سيف. اوكي تمام شكرا دكتور. عفوا يعني في بعض الامور ان شاء الله بتشوفوها بالمستشفى بس تداوموا. ناو كلوروبروكين كمان واحدة من الايجنتس. هذا شفنا انه كانت واحدة من الايجنتس اللي كانت مربوطة مع الكاردياك ديث مع الكاردياك ارست بالويمن بالاوبستاتكس. اوكي وبالتالي بالاول كان يستخدم بكثرة وبعدين وقفوه بالاوبستاتكس. اوكي لانه كان يعمل نيورولوجيك انجري. اوكي however ممكن انا استخدمه كسبستيتيوت لللايدوكين للسباينال انستيزيا. اوكي ومن مميزاته انه له شورتر اونست لللايدوكين والديوريشن اوف اكشن كمان شورتر والريسك اوف ترانزيت نيورولوجيك سيمتومز قليله اقل من اللايدوكين. اوكي الليفو بيوبي باكين ذكرناه. اوكي هو الاس انانشنر البيوبي باكين وجدوا انه ليس كارديو توكسيك than the racemic mixture. Okay. لكن as we said حتى خلينا نحكي البنفيت قليل جدا مش significant. Okay. الميزة بس الكويسة فيه إنه it is more responsive to lipid sink. يعني بالاحتمال يعني في بحالة إنه المريض صار عنده cardiotoxicity واضطرينا نستخدم lipid sink اللي هي IV infusion of lipid as we said يعني استجابته خلينا نحكي الليفوبيوبيفاكين أفضل من الراسيميك ميكسشر سمتو كيف. هلا في كمان واحد انترستينج ايجنت هو الميبيفاكين. أوكي وهذا كمان is similar أوكي كيميكالي للبيوبيفاكين والروبيفاكين. أوكي يعني هن التلاتة هدول بيوبيفاكين روبيفاكين ميبيفاكين كيميكالي ريليتد. أوكي كلينيكال بروبرتي او افكت هي قريبه للليدوكين. ماشي بس في فرق كبير بينهم انه الليدوكين بيعمل بيزو دايليشن بينما الميبيفاكين بيعمل بيزو كونستريكشن هو بطبيعته يعني. اوكي وبالتالي لما احنا حكينا البيزو كونستريكشن راح يعمل لي لونجر ديوريشن اوف اكشن صح وبالتالي هو بوبولار تشويس اوكي اني استخدم الميبيفاكين خاصة للميجر بريفرال بلوك.
اوكي يعني اذا بدي اعمل بريفرال بلوك بيرينيورال اوكي فواحده من الدراجز المفضله هي الميبيباكسين تمام. لكن بحاله الابيديورال انستيزيا اوكي بحاله الابيديورال انستيزيا الافضل اني استخدم ليدوكين افضل من الميبيباكسين ماشي. وفي سببين انه ليش يعني في مفاضله خلينا نحكي للليدوكين اوبر ميبيباكين بالابيديورال انستيزيا هي شغلتين. الشغله الاولى انه على بحاله الابيديورال انستيزيا انا ما بحتاج يكون الايجنت عندي الى لونج ديوريشن اوف اكشن ماشي. ليش؟ لانه بالابيديورال انستيزيا عاده احنا بنركب كاثيتر بضل بمكان اوكي وبعدين بعطي للمريض يا اما مالتيبل دوزز اوف انستيزيا او بعطيه زي كونتينوس انفيوجن. فهمتوا كيف؟ وبالتالي ميزه الميبيفاكين انه إلها لونج ديوريشن اوف اكشن مش شيء انا بحتاجه بالابيديورال انستيزيا اوكي. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه كمان انه اذا استخدمت انا الابيديورال انستيزيا للدليفري للاوبستريك سيتويشن ماشي وجدوا انه الميتابوليزم للميبيفاكين بالفيتوس بالبيبي is slower than lidocaine which mean انه ممكن يصير له accumulation او الافكت له تكون اطول على البيبي اوكي. وبالتالي بفضل استخدم الليدوكين له shorter duration او الميتابوليزم له كمان اسرع اوكي بالفيتوس فبكون افضل بحاله الاوبستريكس اوكي ماشي. الآن another agent معليش يعني هي شوية agent كثيرة يعني بس في جدول بالأخير أوكي للتلخيص. دكتور الساعة 8:52 عادي شو المشكلة يعني؟ لا قصد عشان إذا فكرت إنك ناسي عشان المحاضرة اللي وراه. لا شكرا. لا على 55 بوقف إن شاء الله. تمام. أوكي البريلوكين هو إله very high clearance اوكي وبالتالي هذا راح يعمل decrease the risk of systemic toxicity لانه ما بيصير له accumulation اوكي. however له مشكله زي مشكله مين البنزو اوكي كين اللي هي الميتهيموغلوبينيميا اوكي فبتكون تحفظوها منهم الايجنتس اللي من اللوكال انستيتيك بتعمل الميتهيموغلوبينيميا. اليوز له mostly is for spinal anesthesia duration longer than lidocaine اوكي وإلى low risk of TNS اللي هي transient neurologic symptoms. Okay. Ropivacaine, as we said, chemically related للبيوبيفاكين, إلى reduced cardiotoxicity. Okay. لما أقارنه مع ال other agents. ماشي. وبالتالي إذا أنا بدي أعمل block بده large volumes of anesthetic, فهو ممكن يكون recommended. ماشي. Also, it is commonly used for epidural infusion بحالة labor to control the post-operative pain. ماشي؟ هلا بس آخر إشي بدي أحكي عن هذا الإشي اسمه أملا. أوكي؟ ما بعرف إذا شفتوه. هو بيجي على شكل مرهم فقط. أوكي؟ يعني مش injection. وأملا هو اختصار لجملة eutectic mixture of local anesthetics. أوكي؟ وهو mixture of 2.5% lidocaine و 2.5% prelocaine. ماشي. Interestingly, eutectic mixture عبارة إنه يعني معناها إنه بأخذوا two agents ولما عمل منهم mixture بيكون ال melting temperature إلهم less than the two agents alone. Okay. هاي الخاصية بتعطيها قدرة okay إنها تعمل penetration بالسكين. Okay. وبالتالي بستخدمها أنا بالسكين بتعمل localized numbness. يعني local anesthesia بالمنطقة اللي بالسكين وتحتيها ماشي. وبالتالي بنشوفه مثلا لإيش بنستخدمه. إذا بدنا نعمل مثلا إذا بدنا نسحب دم من طفل أوكي حتى ما يحس بالإبرة أوكي ممكن نحط له أملا ointment ونخليها مثلا نص ساعة أو أكثر حتى تعطي المفعول وبعدين نسحب الدم بطريقة إنه ما يكون فيها pain for the child أوكي. هي اللي هي prior to any puncture for IV catheter placement. اوكي بس بدي اضيف نقطه انه طبعا هيك بكون خلصت اللي هي الايجنتس اوكي. زي ما شفتوا كل الايجنتس لها بعض المشاكل اوكي. في هلا فيوتشر ديفلوبمنت عم بيحاولوا يعملوا نيو دراجز اوكي تو بي يوز از لوكال انستيتيك
والتوجه بوجهه لشغلتين. اوكي، اول شيء انه يعملوا sustained release medications، يعني يستخدم نفس الايجنتس ولكن يصنعوها باشكال صيدلانيه بتعطيني slow release. اوكي، وهاي طبعا بتقلل لي مثلا من النيد مثلا to give multiple doses. اوكي، وهذا رح يقلل من systemic toxicity لو صار. اوكي، فالابحاث جاريه بهذا الخصوص، بالاضافه انهم بيحاولوا يعملوا development لا agents إلها higher selectivity to sodium channels. أوكي، لأنه higher selectivity to sodium channels راح يزيد من الإفكاسي كأنالجيزيا أو أنستاتيكس، ولكن راح يقلل من الأدفيرس سايد إفكتس. فهمتوا كيف؟ فهذا هو التوجه الجديد، يعني بصير عليه الأبحاث. هذا الجدول تقرأوه، هو فقط ملخص للإشي اللي حكيناه على شكل جدول. أوكي، في بعض المعلومات الإضافية ممكن تقرأوها، وهي بكون خلصت. ترى لو سمحتي سؤال سريع. تفضل. حكينا انه بنقدر نستخدمه بدوز يعني باقل من الدوز الطبيعيه الانستيزيا بشكل عام. ممكن نستخدمها بدوز اقل اذا بدي احصل انالجيزيا فقط، يعني اذا بدي يعني ما بيضل تمام، يعني ما بيضل الافكت انستيزيا. نعم صحيح، لانه بالدوزز القليله ما راح تحصلي اللي هي البلوك. اوكي، لكل السنسيشنز المختلفة. يعني بس بتضلها أنا الجزء. نعم نعم. أوكي، شكرا دكتورة. أهلين. دكتورة. نعم. ممكن نستخدم مصل ريلاكسنت بدل لوكال أنستيزيا أحيانا ولا؟ طبعا حسب المصل ريلاكسنت اللي بتحكي عنه. إذا بتحكي عن أورا المصل ريلاكسنت ذي اللي بنبعه بالصيدلية مثلا زي المايوجيسيك وهدول إذا بتسمعوا عنها. هي عبارة عن أدوية عادية. بس مصر يعني استخدام المصر ريلاكسن بجزء درسناه صح؟ لكن هو هاي اليرت ميديكيشن، إله إنديكيشنز كثير واضحة. فهمت كيف؟ فالمصر ريلاكسن بنرجع بنحكي ما بتعمل أنستيزيا صح؟ بس بتعمل بلوك للمصر فقط، فلا يكفي المصر ريلاكسن لحاله، لا يكفي إنه يحصل أنستيزيا أو يحقق أنستيزيا كافية. تمام تمام دكتورة. طب يا دكتور بس سؤال، انه الاشكال العضويه اللي موجوده بالسلايدات مطلوبه رسمه يعني الكيميكال ستراكشر؟ لا بصراحه انا حطيته بس عشان هيك، بس عشان نتسلى. لا يعني عشان احط شيء يعني بهالسلايدات كثير هيك ممله. تمام. مش راح اسالكم عنها، بس نيكست ليكتشر في اشياء كيميكالي لازم تعرفوها راح احكي لكم عليها، بس هدول لا. تمام، بهذا الليكتشر لا. يعطيك العافية. الله يعافيكم. طيب خلص الوقت يكفي يعني اليوم، إذا اللي عنده أي سؤال إن شاء الله للمرات الجاية. أوكي، أو بالإيميل كالعادة. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور.